السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي أجي تعلم الفيزياء. قبل ما نبداو ما تنساوش ديرو جيم للفيديو إذا كنت جديد، وما تنساوش ديرو سبسكرايب باش يوصلكم أي جديد نتو الموضوع ديالنا شرات الكتب لتعلم الإنجليزية. غادي نخلي لكم رابط أسفل الفيديو تحمل الكتب، غيكون رابط مباشر. المهم نبداو. أول كتاب سميتو أونجلي apprentissage amusant avec des blagues courtes. يعني تتعلم مع واحد لي بلاغ يعني نكت. الكتاب الثاني هو تعلم الإنجليزية في 30 يوما. الإشارة فقط في هذه الكتوبة كاملين بالفرنسي، يعني بالفرنسي بالانجلي، يعني بحجرين كما يقول عصفورين بحجرين واحد. الكتاب الثالث هو apprendre l'anglais 30 قصة للمبتدئين، أو تاني شهادة تعلم الإنجليزية مع قصص قصيرة، يعني دوتو كاملين تيكونو قصص قصيرة باللونجلي، تيدير واحد الترجمة صغيرة مثلا من الفرنسية. خود لونجلي يعني تعلم الإنجليزية في 75 يعني درس. أيضا كتاب في البرنامج الكامل لتعلم الإنجليزية للثانوي أو الجامعة. ايضا تعلم الانجليزيه مع قصص، تعلم الانجليزيه مع الخريطه الذهنيه. غنوريك من بعد شنو هو الخريطه الذهنيه في الكتاب ديالي. ايضا تعلم الانجليزيه مع يعني مع افعال، يعني مئات فعل في الانجليزيه الاكثر استعمالا مع 3600 مثال من جمل. يعني ايضا تعلم الانجليزيه تكلم. هذا ما كان. الان ننتقل الى ملفات هذه الكتب. الخريطه الذهنيه، هذا كتاب يتكلم عن تعلم الانجليزيه بطريقه الخريطه الذهنيه، يعني ان تربط الكلمات مثلا بالفرنسيه مع الانجليزيه. يعني تبدا مثلا هنا ميزون يعني هاوس، يعني ماذا يوجد في هذا المنزل؟ صال دو بان، بادروم. شنو كاين في صال دو بان؟ كاين لافابو، دوش، تواليت، يعني سانك، شاور، تواليت. يعني في كل مكان شنو فيه عاوتاني، يعني تربط احد الاشياء ببعضها البعض باش داكشي يبقى في عقلك منظم. المهم هذا تيهضر على الخريطة الذهنية وهادي كيفاش تربط الاشياء ببعضها. مثلا منزل، مثلا كيتشان، يعني كل حاجه تربطها. يعني عاوتاني قسم، يعني كلاس روم، بلاك بورد، يعني سبوره، يعني تربط الشير، يعني كرسي، تربط دوك يعني اي شيء تربطو بعض البعض باش ملي تبغي تفكر يبقى داكشي في عقلك ما تنساش. الكتاب الثاني هو تعلم الانجليزيه مع قصص، يعني هما بالإنجليزية. يعني you read my report I forget from at here and she from but المهم هو مترجم هنا بالفرنسي. je ne fais pas d'affaires avec lui tatata تبقى يعطيك قصص مثلا بالفرنسي بالإنجليزية وترجمك بالفرنسية. هنايا هاد الكتاب هذا apprendre l'anglais en parlant تيهضر على مثلا الافعال مثلا تصريف بالانجليزيه وبالفرنسيه. مثلا زي تخافي هي ورك، جو تخافي مثلا ورك، ورك شي اللي هي انيش وركس، فيفري لي. هذاك تيعطيك الافعال مثلا بالفرنسي وبالانجلي الترجمه ديالها. كوتي ليسن السمع، انسيني تيتشن تدريس. حركة باش المهم إلا كنتي مثلا عارف أنا تيتشن هي التدريس وهنا معرفتش أونسوني شناهي، تقدر حاولتي تربط بيناتهم باش تتعلم لونجلي وفرونسي في نفس الوقت. ندوزو للكتاب الرابع، هو هنايا تيهضر على قصص بلونجلي. قصص تيجي هنا وتيعطيك الفوكابولير، تيعطيك الكلمات المفتاحية وشنا هما. large family and family numbers يعني عائلة كبيرة. born ني يعني الزياد، ويدن مارياج زفاف. يعني تتبقى هنايا تربط الأشياء ببعضها، neighbor and cousin جار.
يعني شاف مثلا شاف سنين اللي يبغوا مع بوزان شفت شاف تربط تربط لغوي بفرنسا يعني تعلمهم بجوج بدقة واحدة. أيضا هنا يتعلق شاب هو نفس الشيء تعرفك قصص تعرفك تعرف الأشياء بالفرنسية الإنجليزية لين. أيضا صرف I U E C H V أيضا الكتاب الآخر يتكلم عن التحية في الماء في الصباح يعني تقول good morning يعني good يعني تقول bon et morning يعني الصباح l'après-midi good afternoon noon after تتعلم أونجلي أو فرنسي في نفس الوقت تيعطيك مثلا pronouns pronouns personnel يعني I, you, he, she. المهم هنايا أكشور بوك ليف براذر فريند تشيلدرن إيز أونفون سينما سينما دوغ تشيان فاذر بير دوغ فيلد تشيان فيلد جو علي إذا جريت سوبر جران كيت أونفون تيفل لوك أوغادي شاهد ميوزيشيان موسيقي ماي مو لي لي جوي إلى بريد ليف مثلا اقرا. ايضا الكتاب الاخر يترجم جمل بالانجليزي للفرنسيه ومن جو افشر مان ويذ جود جونز الفام بون فير لي موفي هوم افيك لي بون جون ذير ار نو اغلي وومن جاست وومن ذير از نوت انف اكزيست با دو فام موش يوس دي فام با اسي هابي كتاب بحال هكا فيه الإنجليزية الفرنسية في نفس الوقت. هنا أيضا تصريفات بريزون باس فيوتشر تصريف يو جو تو سكول تو فا باس على ليكول الإنجليزية وبعدها الفرنسية تربط الأشياء يعني كلشي عندك واحد شوية مع لونجلي تقدر تعلم فرنسي كنت عندك شوية مع فرنسي تعلم بها اللغة ولكن شوية شوية تقدر تربط الأشياء بعدها يعني تعرف أنها شوية وشوية هنا يعني. كتاب الآخر هو قصص يعني يمكن هنا كاين 30 قصة 30 قصة بالونجلي و الترجمة ديالها للفرنسي. The work in the comes to an end and I think about my journey home which is 1730. I wish for everybody to leave and pick up my bag. Ma journée de travail est terminée et je pense à mon retour à la maison. بحال هكا يعني قصص بالإنجليزية وبالفرنسية الترجمة. هذا اخر كان اخر كتاب ونخلي لكم الرابط باش تيشارجيو الكتب كامل ولا اللي عجبكم ان شاء الله. المهم بسلامة وما تنساوش ديروا سبسكرايب وجيم للفيديو حتى المره الملتقى المره الجايه ان شاء الله. يلا بسلامة.